السلام عليكم. ثلاث دول من ضمنها إيران دخلت في محادثات ومباحثات سرية تبحث عن عملية تحريك إحدى المركبات الصاروخية الخاصة، وذلك من أجل استخدامها في ضرب أوكرانيا في المستقبل وفي الأشهر المقبلة. كل هذا جاء بتفاصيل مهمة للغاية نشرت اليوم على صحيفة بوليتيكو الأمريكية، التي تحدثت عن أن المباحثات السرية هذه تجري بين روسيا وبين الصين وبين إيران، وهذه المباحثات تجري حول هذا المركب الذي ترونه أمامكم، ألا وهو مركب أمونيوم بيركلوريت أو فوق كلورات الأمونيوم، وعادة يختصرونه بمركب AP. وهذا المركب هو عبارة عن مكون رئيسي للوقود الصلب الذي يستخدم في تشغيل الصواريخ. أي صواريخ هذه التي يشغلها هذا المركب أو المكون الذي نتحدث عنه؟ نتحدث هنا عن الصواريخ العسكرية بشكل رئيسي، وكذلك الصواريخ التي طبعا تنطلق إلى الفضاء. هذه أهمية هذا المركب، وبالتالي التفاصيل التي تأتي هنا من قبل هذه المصادر المطلعة الدبلوماسية التي تحدثت إلى صحيفة بوليتيكو بأن المباحثات تهدف أن يرسل هذا المركب، مركب AP، من الصين إلى إيران لكي تقوم إيران بعملية استخدام هذا المركب لصناعة الآلاف من هذه الصواريخ طبعا البالستية، وبعد ذلك الصواريخ هذه ترسل إلى روسيا لكي تستخدمها روسيا في الداخل الأوكراني. قد يستغرب البعض كيف من الممكن لدولتين كبيرة ومؤثرة على العديد من المستويات، وخاصة على المستوى العسكري والمستوى الصاروخي، مثل روسيا ومثل إيران، أن تذهب إلى هذا الطريق وتحتاج إلى مثل هذا المركب. بالنسبة طبعا إلى روسيا، كما نعلم بأن لها أكثر من سنة وهي تخوض حربا كبيرة جدا في أوكرانيا، والمشكلة بالنسبة للروس أنهم استهلكوا الكثير والكثير من الصواريخ مقارنة بالإنتاجية الصاروخية، وبالتالي استهلاك أكثر من الإنتاج أوصلتهم إلى نقطة بأنهم وصلوا إلى عجز في عملية إنتاج هذه الصواريخ. يضاف إلى ذلك العقوبات التي فرضت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو على روسيا، جعلها تواجه مشاكل في عملية صناعة هذه الصواريخ، وبالتالي هي بحاجة للصواريخ، ولذلك هي اتجهت إلى إيران. ورأينا كثير من التقارير التي تتحدث بأن هنالك اتفاقا بين إيران وبين روسيا لإرسال هذه الصواريخ. ماذا عن إيران؟ إيران تتمتع أيضا ببرنامج صاروخي مهم للغاية بالستي، دائما ما يتم الحديث عنه. مشكلة إيران في البرنامج الصاروخي هي مرتبطة أساسا في الاتفاق النووي الذي وقع في عام 2015، لأن هنالك قرارا قد صدر أثناء التوقيع على هذه الاتفاقية وافقت عليه أساسا إيران، يرتبط بهذه المادة تحديدا ويحظر عليها استيراد هذه المادة أو تصدير هذه المادة أو هذا المركب إليها من أي دولة كانت. نتحدث عن قرار الأمم المتحدة ألا وهو 2231 المرتبط تماما بمركب AP، بأنهم يجب عليك ألا تستقبلي أو تستلمي هذا المركب، ويجب ألا يرسل إليك من أي دولة أخرى. بالتالي الأمر هو ممنوع للغاية، وفي حالة أنها حاولت الحصول عليه من أي دولة أخرى فيجب أن تكون هنالك موافقة من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لكي يتم إرسال هذا المركب، مركب AP الذي نتحدث عنه. والمشكلة الأساسية بالنسبة لإيران هنا بأن برنامجها الصاروخي على المستوى البالستي، وحتى أغلب الصواريخ الدقيقة التي تمتلكها هي تعتمد على الوقود الصلب، الذي طبعا يعتبر المكون الرئيسي الخاص به هو مركب AP. وطبعا هو هذا يعتبر مسألة مهمة، مسألة أساسية في هذا الصاروخ. من دون هذا المركب لا يمكن لإيران أن تصنع هذه الصواريخ، لأنها بحاجة طبعا إلى الوقود الصلب، وخاصة عندما نتحدث عن صواريخ مهمة مثل صاروخ ذو الفقار الذي يصل مداها إلى 700 كيلومترا، وصاروخ فاتح 110 الذي يصل مداها أيضا إلى 300 كيلومترا. وهنا ما هو مثير بأن سبق أن شهدنا تقاريرا كثيرة بدأنا نراها نهاية العام الماضي في أكتوبر وفي نوفمبر من عام 2022، بأن إيران وروسيا اتفقتا على عملية أن ترسل إيران صواريخ ذو الفقار وصواريخ فاتح 110 إلى روسيا لكي تستخدمها روسيا في الداخل الأوكراني طبعا. وهذا مثل هذا التقرير الذي ترونه من The Defense Post، كانت قد حددت فاتح 110 وذو الفقار كما ترون مع المديات الخاصة بها بأن هنالك اتفاق في هذه المسألة. بل ما هو مثير بأن الفوربس الأمريكية كانت قد كشفت بداية هذا العام بأن الاتفاق وبأن إيران من الممكن أن ترسل هذه الصواريخ البالستية في شهر أكتوبر القادم. لاحظ
نحن نتحدث هنا وبوليتيكو تتحدث عن أن هذا المركب تجري المباحثات عنه الآن في شهر أبريل، ولا زلنا أمام 6 أشهر حتى أكتوبر، وبالتالي يرسل هذا المركب من الصين إلى إيران، إيران تصنع هذه الصواريخ وألاف الصواريخ كما تحدث هذا التقرير، وبعد ذلك تزداد طبعا الخزين والخزين الصاروخي لإيران، وإيران ترسله لروسيا لكي تستخدمه في أوكرانيا. والمسألة أيضا المثير بهذا الأمر بأن الصين تتحرك بهذا التحرك في إرسال هذه المادة تحديدا إلى إيران كما تحدث هذا التقرير، بأنها تعتبر مساعدة كبيرة جدا إلى روسيا، فهي دائما مراقبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبأنها غير قادرة على إرسالها مباشرة طبعا إلى روسيا لأن هنالك الكثير من الالتزامات، وبالتالي كي تتخلص من هذه المشكلة، كي تتخلص من المساءلة ترسلها لإيران، وإيران كما تحدثنا تصنع الصواريخ وترسل الصواريخ إيران من ذاتها ومن نفسها، وإيران أساسا لديها منافسة وتحدي كبير مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الصين بهذه الطريقة تتخلص من أي مساءلة. هي لم ترسلها إلى روسيا، هي أرسلتها إلى إيران، اسألوا إيران، لا تسألونني أنا عن هذه المسألة. وكذلك في نفس الوقت بأننا نلاحظ بأن الصين بإرسال هذه المادة أو هذا المركب تحديدا إلى إيران فهي تخالف القرار الذي تحدثنا عنه، قرار الأمم المتحدة الذي يأتي من ضمن الاتفاق النووي الذي وقع في عام 2015، والتفاصيل التي جاءت في بوليتيكو بأن الصين لا مشكلة لديها في الدخول بمثل هذه المخالفة لأن هنالك أمرا استراتيجيا خطيرا يجري تجاه روسيا، فهي لا تريد لروسيا أن تخسر وأن تنهار في هذه المعركة التي تأتي في أوكرانيا. فالأوكرانيين الآن يتحصلون على دعم كبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل حلف الناتو، دبابات متقدمة ومتطورة مع طائرات قد دخلت الآن إلى الداخل الأوكراني، وهنالك هجوم كبير قادم على الروس، ولا تريد الصين أن تخسر روسيا هذه المعركة لأنها تعتبر جبهة متقدمة لمواجهة حلف الناتو بأكمله. من مصلحة الصين أن تنتصر روسيا في أوكرانيا حتى ولو في شرقي وفي جنوبي طبعا أوكرانيا كما نتحدث عنها الآن، وهنالك تقرير مهم للغاية قد صدر من قبل وزارة الدفاع البريطانية أيضا اليوم، تحدث بأن الروس بدأوا يشكلون خطوطا دفاعية في الجنوب يتجهزون فيها إلى الهجوم الأوكراني الكبير القادم الذي نسمع عنه الكثير هذه الأيام. فالتقرير القادم من وزارة الدفاع البريطانية تحدث بأن الأمر هو يرتبط بخطوط دفاعية تشكلت إلى جنوب زاباروجيا التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، وهذه الخطوط الدفاعية هي تأتي خط دفاعي أول وخط دفاعي ثاني وخط دفاعي ثالث إلى جنوب زاباروجيا. الخط طبعا وهذه الخطوط الدفاعية تصل مسافاتها وطول هذه الخطوط إلى 120 كيلومترا، والمسافة بين خط دفاعي وخط دفاعي آخر تصل تقريبا إلى 10 كيلومترات، من 10 كيلومترات إلى 20 كيلومترا. والخط الدفاعي الثاني يختلف عن الخط الدفاعية الأول، هو يعتبر أكثر تعقيدا وطبعا أكثر اختلافا مقارنة بالخط الدفاعي الذي قبله، وهكذا تسير الأمور. وبالتالي هي أيضا تكشف بأن الأوكرانيين فعلا يخططون إلى الهجوم بهذا الشكل من جنوب زاباروجيا من أوريخيف التي ترونها هنا باتجاه مدينة ميليتابول، وبالتالي الروس يهيئون إلى عملية حماية ميليتابول من خلال هذه الخطوط الدفاعية، وهي أيضا توضح بأننا أمام هجمات مرتقبة للأوكرانيين باتجاه بردانسك، وبالتالي من ميليتابول وبردانسك يصلون إلى بحر آزوف، وطبعا هذه ستعتبر ضربة كبيرة بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تحقق هذا السيناريو، وبالتالي هو يفعل كل شيء من أجل تحقيق هذه الخطوط الدفاعية المهمة للغاية. التقييمات القادمة من وزارة الدفاع البريطانية بالتفاصيل التي تحدثنا عنها وجدت بأن حتى مع الخطوط الدفاعية التي تشكلها الآن القوات الروسية فإنها غير قادرة على مواجهة الهجوم الأوكراني القادم في هذه المنطقة، وذلك بسبب طبيعة أعداد القوات الموجودة في هذه المنطقة، كذلك طبيعة الدعم المدفعي الموجود أيضا في هذه المنطقة الجنوبية هي غير كافية لمواجهة القوات الأوكرانية، طبعا في ظل الدعم الكبير من الدبابات، من المدرعات، من الأمور الحديثة والأسلحة الحديثة التي قدمت من حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية لمساندة الأوكرانيين. وطبعا قد سمعنا سابقا ورأينا الكثير من التقارير التي تحدثت بأن هنالك اكتمالا تاما في
عملية الاستعدادات للهجوم الأوكراني في أوريخيف، وبالتالي نحن أصبحنا أمام معلومات مؤكدة بأن الهجوم سيكون خطيرا بهذا الاتجاه. وحتى أن قائد قوات فاغنر يفغيني بريغوشين قبل تقريبا 3 أيام كان قد تحدث هذا الرجل بأننا يجب أن لا نستهين في الهجوم القادم من قبل الأوكرانيين، لأن الأوكرانيين بحسب المعلومات التي طرحها طبعا يهيئون وبدأوا بتجميع وجمعوا في حقيقة الأمر 200,000 مقاتل إلى 400,000 مقاتل يستعدون للقيام بمثل هذا الهجوم الخطير والكبير الذي سيصل في نهاية المطاف أيضا من خيرسون إن ما تحقق النجاح هنا إلى هذه الحدود، وهي حدود شبه جزيرة القرم، وبعد ذلك تهديد شبه جزيرة القرم والحصول على نفوذ في بحر آزوف. وبالتالي علينا أن ننتبه إلى هذه المسألة. وقد يعتقد البعض هنا بشكل واضح بأن إن كان هذا التقدم سيحدث في أي لحظة معينة كما يتحدث الأوكرانيين والغرب وغيرها، فبوتين سيستخدم النووي وسيضرب بالنووي هذه المناطق ويوقف هذه الحرب ويستخدم الأسلحة النووية التكتيكية تحديدا للسيطرة على الموقف. المشكلة بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الصين قد دخلت على الخط في مسألة ضمان عدم استخدام روسيا السلاح النووي، وخاصة بعد اللقاء الأخير والزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي ماكرون الذي اتجه إلى الصين وأخذ ضمانات من الصين أن تضمن أن لا تستخدم روسيا السلاح النووي في الداخل الأوكراني. وبالتالي ليس هنالك إلا حل واحد بالنسبة لروسيا للتصدي للهجوم الكبير القادم في ظل كل هذه المعلومات التي نتحدث عنها، ألا وهو تعبئة جديدة يجب أن تقوم بها روسيا لمواجهة هذا الهجوم القادم. وفعلا روسيا تحركت بهذا الاتجاه، ويوم أمس مجلس الدوما الروسي قام بعملية التصويت على تشريع جديد يضبط ويضمن التجنيد الإلزامي عندما تقوم بتعبئة شاملة وواسعة للروس، فهم قد عانوا كثيرا من هذه المسألة في الفترة السابقة بسبب إن عادة عندما يقوم بعملية الطلب بالتجنيد أو إرسال أمر لتجنيد أي شخص إلى الجيش الروسي للدخول في هذه المعركة فعادة يتم تسليم الأمر باليد، والمشكلة أن هنا بدأوا يتغيبون، بدأ الروس يتهربون، يعلمون بأن هنالك أمرا قادما لمنزله يغير منزله، يحاول أن يسافر، يحاول أن لا يتواجد، وهنالك طرقا للتهرب. وبالتالي التهرب هنا ليس فقط من التجنيد وإنما الهروب من العقوبات المفروضة على الشخص الذي يرفض هذا التجنيد. وعلى هذا الأساس هذا التشريع الجديد الذي تم التصويت عليه بالغالبية العظمى في مجلس الدوما كما لاحظتم هنا يوم أمس بهذه الطريقة كما نشرت وكالة رويترز، أصبح الأمر وأمر التجنيد يرسل أونلاين إلى الإيميل مباشرة، يرسل إلى الإيميل الخاص بك، وبالتالي تعتبر أنت مبلغ حتى لو كنت في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لو كنت في أوروبا عندما يرسل إليك بالإيميل بأنك مطلوب منك أن تكون جنديا وأن هنالك تعبئة وأنت من ضمن هذه التعبئة يجب أن تحضر وإلا يتم سجنك بشكل مباشر كمواطن روسي. وهذه طبعا فيها تحضيرات كبيرة للغاية وتوضح بأننا أمام مؤشر جديد لتعبئة كبيرة وواسعة تخطط لها روسيا لكي تتصدى إلى كل هذه التهديدات وهذه الهجمات التي من الممكن أن تكون مؤثرة في 6 أشهر القادمة أو حتى في 2 الشهرين القادمين، وخاصة وأن الواشنطن بوست اليوم كانت قد كشفت بأن الهجوم الأوكراني تأجل قليلا بسبب الظروف الجوية الصعبة، تأجل إلى الصيف. رئيس الوزراء الأوكراني أيضا تحدث يوم أمس عن هذه المسألة بأن الهجوم تحول إلى الصيف، ليس هنالك ضغط من الناتو أو الولايات المتحدة على الأوكرانيين للقيام بهذا الهجوم، ولكن الأوكرانيين والشعب الأوكراني بحسب ما يتحدث عنه طبعا رئيس الوزراء الأوكراني هنا بأنهم من يريدون أن يعجلوا بالهجوم، ولكن قال يجب أن نضمن أرضية واضحة جدا، ليست أرضية طبعا مبتلة على سبيل المثال أو فيها الكثير من المياه التي تعرقل تقدم القوات الأوكرانية. وطبعا الأوكرانيين بما أن الأمور تأجلت بدأوا يتحركون لتعزيز القوة الجوية الخاصة بهم أيضا، فعلى سبيل المثال نفس هذا الرجل رئيس الوزراء الأوكراني ذهب إلى كندا، وكما نلاحظ هنا إذا ما اقتربنا من الصورة فهو يضع نوع من الإيموجي على هذه الطائرة الخاصة به، عندما تقترب منها ستجد بأن الإشارة توضح وكأنها فيها ترجي للأوروبيين وللغرب ولكندا والولايات المتحدة الأمريكية أو حتى الدعاء أو الصلاة إن اعتبرتها بهذا الشكل للحصول على المزيد من الطائرات الحربية. و
طائرات F-16. على ما يبدو بأننا أمام طائرة F-16، يريدون كل شيء طبعا للقيام بهجوم حقيقي فعال لكي يتخلصوا من السيطرة الروسية. وطبعا بالنسبة للروس منتبهين لهذه المسائل تماما على ما يبدو من القرارات التي يتخذونها، وخاصة بأن يفغيني بريغوشين قائد قوات فاغنر مرة أخرى كان قد تحدث أيضا يوم أمس بأن القوات الروسية قد وصلت وتسلمت الأجنحة الخاصة بالمعركة التي تجري في باخموت، وهذه مسألة مهمة للغاية. إذا ما اقتربنا من هذه الخارطة من مدينة باخموت، فما يتحدث عنه هنا بريغوشين، وهذه توضح بأن قائد قوات فاغنر وقوات فاغنر على وشك أن تحقق شيئا كبيرا في هذه المعركة. هو تحدث بأن القوات الروسية الآن قد وصلت إلى الأجنحة الخاصة التي تحاول بالإحاطة بباخموت، وبأنها قد تسلمت كل المواقع الخاصة بها، الخاصة بقوات فاغنر، وبالتالي قوات فاغنر الآن تركت هذه الأجنحة وسلمتها للقوات الروسية، وجاءت الآن لتعزز التقدم وحرب الشوارع الكبيرة التي يخوضوها في باخموت لكي يتقدموا بشكل أكبر مما تبقى من المناطق التي لا يسيطرون عليها. فكل ما تبقى تقريبا هو نسبة 20%، يسيطرون على أكثر من 80% من مدينة باخموت، لم يتبقى شيء، ولكن الأوكرانيين يصمدون بشكل كبير، وفاغنر تحتاج إلى المزيد من التعزيزات. وطبعا هذا التقدم يعتبر نقطة مهمة جدا بالنسبة لقوات فاغنر، خاصة هنا باخموت كما ترون. دعونا نقترب لتفاصيل جديدة حول هذه المعركة. فقوات فاغنر تحقق تقدما بحسب معهد دراسات الحرب، بحسب العديد من التفاصيل المهمة المرتبطة بهذه المسألة، توضح بأن قوات فاغنر في حقيقة الأمر قد وصلت تماما إلى هذه المحطة أو إلى سكة الحديد تقريبا بهذا الاتجاه وبهذا الشكل الذي ترونه، بل إنها تعدت هذه المنطقة والمنطقة الشمالية الخاصة بسكة الحديد التي ترونها هنا من طبعا تعدتها تماما، وتعدت الخطوط الدفاعية وبدأت ودخلت بعملية اشتباكات مع القوات الأوكرانية هنا في الشوارع في المناطق التي ترونها وفي الأزقة. ولكن القوات الأوكرانية في الجهة الجنوبية من سكة الحديد التي ترونها تمكنوا من عملية الدفاع عن المحطة الرئيسية الخاصة بهم، وتمكنوا أيضا من التقدم إلى هذه المنطقة ألا وهي المتنزه، ويعتبر المتنزه الأعلى، وبدأوا فجأة يفاجئون قوات فاغنر بأننا حاضرين لكم، ويدخلون في حرب في المباني وغيرها، وتمكنوا فعلا من دفع قوات فاغنر بشكل كبير. ولكن فاغنر مصر على الانتصار في هذه المعركة، إلى درجة أن بعد هذا التقدم في 24 ساعة الماضية استخدموا المدفعية بشكل عنيف للغاية على التقدم الأوكراني هنا في هذه المنطقة، وبدأوا بضربها بشكل كبير لكي يهيئوا لعملية التقدم على هذه المنطقة والسيطرة عليها بالتمام والكمال، ليتقدموا أيضا ويحققوا توازنا في التقدم الذي يأتي فيما تبقى من هذه المناطق. وكانت هنالك لقطات مصورة لطبيعة هذا القصف الذي نتحدث عنه، لنتجه الآن إلى شاشتنا الكبيرة لكي نلقي نظرة على هذه الضربات الروسية الكبيرة. وبالتالي عندما تلاحظ هذه المنطقة التي سنلقي عليها نظرة الآن، ستلاحظ بأن الضربات لم تكن عادية أبدا، هي ضربة وضرب كل نقطة موجودة في هذه المنطقة التي نتحدث عنها. لاحظ كيف هو الضرب عنيف، إلى درجة أنهم يريدون القضاء على كل الأوكرانيين الموجودين هنا. وأيضا يتوضح أن الأوكرانيين فعلا متواجدين في هذه المنطقة بشكل مكثف، وهاجموا بقوات مكثفة في هذه المنطقة. وبالتالي على هذا الأساس القوات وقوات فاغنر مصرة تماما على الوصول إلى نتيجة في هذه المنطقة. وطبعا هذه النقطة إذا ما أردنا أن نلقي عليها نظرة من اللقطة التي رأيناها، نتجه إلى اليمين قليلا، فإن الضربة التي رأيناها الآن على الصورة هي متطابقة تماما مع ما رأيناه هنا. كل هذه المناطق قد ضربت التي ترونها أمامكم طبعا، وهذا يوضح بشكل واضح بأن بالنسبة لهذه القوات طبعا وللقوات الأوكرانية أصبحت في موقف صعب فعلا في هذه المعركة التي نتحدث عنها. وهنا تأتي أهمية عندما نتحدث عن الصواريخ البالستية وكذلك الصواريخ المهمة جدا التي تبحث الصين الآن وإيران لإرسالها لروسيا بطريقة أو بأخرى. فإن فاغنر إذا ما سيطرت على هذه المنطقة بأكملها فإنها ستندفع إلى هذه المناطق التي نراها إيفانوفسكا على سبيل المثال بهذه الاتجاهات، وكذلك ستشكل خطرا على
ما تبقى من المناطق، والأوكرانيين طبعا بالنسبة لهم هم يستغلون حاليا هذه المباني العالية الموجودة إلى الغرب من قناصة من جنود ومن غيرها، وكذلك على مرتفعات خورموف لا زالوا موجودين، لا زالوا يشكلون خطا دفاعيا في إيفانيفسكا وكذلك في بوهدانيفكا من أجل التصدي لهذا الاندفاع الروسي الكبير الذي يأتي من عدد من الاتجاهات طبعا. وبالنسبة للأوكرانيين لا زالوا في مرحلة استعداد كبيرة في تشازفيار في حالة تمت السيطرة على باخموت، سينسحبون مباشرة إلى هذه المنطقة للدفاع عنها. وبالتالي لاحظ كيف أن من الممكن للستة أشهر القادمة أن تكون مهمة بالنسبة لروسيا للدفاع عن المناطق التي يسيطرون عليها في جنوب أوكرانيا، وكذلك تحقيق نصر في باخموت معنوي سيرفع من معنويات الروس ويجعلهم في نقطة جيدة لهذه المواجهة.